هكهربه والله العظيم هكهربه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من ام العيد ميلاد ده. ايه ده مش نغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي بابا. ايه الكلوته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ ميدو ابن عمتي عمل عيد ميلاده هنا الاسبوع اللي فات وكان مليطه. مليطه؟ عايزني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش. اتشقلبي. اتشقلب؟ لا يا حبيبي، لو فاكر نفسك عشان ابن اخت المدير انا هتشقلب لك فعلا وهغني لك وارقص لك واعمل لك الحركه. حبيبي حبيبي بيرزتي يا حبيبي. السكر ده حبيب قلبي القمر ده انا هشيله كده قبح فوق دماغي. ايوه كده هابي بيرزتي يا شوقي. البنت دي ما كانتش عايزه تغني لي. لا لا يا فندم والله هو مش قصده، هو فهم غلط، مش اندرستاند. انا بس ايه، هو كان عايزني اغني له هابي بيرزتي، قلت له لا ما يصحش، لازم اغني لك هابي بيرزتي وهغني لك كل شويه نكبر حبه 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 واغني لك يلا حلا بالا اغاني كتير يعني. ايوه 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 غني لي كل شويه نكبر حبه حبه، دي حلوه. ها طبعا. انبسط يا حبيبي انبسط. يلا باي. باي باي يا فندم. يلا يا طفي التورته يا بتقول له البت دي. يا غالو يا غالو. يلا هو فين الساحر بقى؟ جاي يا حبيبي حالا، جايبين لك ساحر وجايبين لك اراجوز وبهلوان وكل حاجه، ناقص يجيبوا لك نانسي عجرم. خطوبه دي ولا عيد ميلاد؟ النبي يا بنتي. ايوه النبي يا بنتي. ايوه يا حاج. النبي يا بنتي. ايوه كرسي. حاضر حاضر يا حاج. اتفضل. الله يخليكي. اتفضل اتفضل. كرسي بس. الله يخليكي. اتفضل. اجيب لحضرتك ميه ولا ايه؟ لا 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 انا عايز. طب اتفضل الكرسي اهو اتفضل. ايوه آه. الله يخليكي. الله ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. الله يخليكي. حول ولا قوه الا بالله على اليوم اللي مش هيعدي يا رب. اتاخرت عليكي معلش. مرتدله انا للاسف مش هينفع امشي. ليه؟ عشان النهارده عيد ميلاد ابن اخت المدير الولد السكر الامور ده، والمدير قايل لي انا اللي اشرف على العيد ميلاد. طيب غني لهم غنوتين ويلا بينا. يا ريت. حاولت اعمل كده بس كل شويه يجي لي ويبص عليا وعايزني بقى اشقلب لهم. ايه ده؟ مين ده؟ ده الساحر، المفروض انه هيعمل فقره الساحر. ساحر ايه؟ ده مصاص دماء. لا 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 ده الساحر، احنا جبناه كذا مره هيعمل فقره الساحر. ابننا الساحر. لا انا هتسولك دلوقتي. ماشي ماشي معاكي توم. لا معيش. طب افتح بقك. مش عايز افتح بقه. بقول لك ايه مرتدله، معلش انا اسفه قوي هتقل عليك، بليز ساعدني ان احنا نخلص من ام العيد ميلاد ده، انا عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر. ما تقلقيش انا هتصرف. بقول لك ايه يا حاج، تعالى معايا. ايوه طب يا ابن السعد سندني بس. تعالى تحت امرك. طب سندني بس. الله يخليك. سندني. الله يخليك. متشكرين قوي يا ابني. تعالى تعالى. شكرا يا مرتدله. اقسم بالله مصاص دماء. بص قدامك حبيبي. يلا. الله عليك يا حاج، يا منورنا يا مشرفنا يا رافع راسنا في الفضائيات، يا كينج الفضائيات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي يا حاج؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني يا علوه، ظهرت في التلفزيون الوقت قد ايه؟ كام ثانيه؟ احنا بالصلاه على النبي كده عملنا بالظبط 3 ثواني. حلو حلو قوي رضا. انا بقى سجلتهم وركنتهم جنب اخواته. هلا هلا انت هتطلع مدير تصوير باذن الله. حرما الله على الدعوه الجميله دي. جمعا ان شاء الله كلنا كده على الفضائيه السعوديه. قادر يا كريم. لا حلواني انا ماليش في شغل الفضائيات ده. فرجنا بقى. هلا فرجنا. فرحني. ثانيه ثانيه. ايوه وحبيبنا. أيوة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا فين يا هلا؟ استنى هو جاي أهو. جاي أهو. أيوة أهو. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا ده شغل الواد شلتوت مخرج القناة 9. مستقصدني من أيام ما كنت بصلي في القائد إبراهيم بتاع اسكندرية. خلاص يا حلواني، دي لا أول جمعة ولا آخر جمعة. البركة في لهفة بقى، الأوردر اللي هتروح النهاردة هينقلها نقلة كبيرة قوي. أنا أمها ملناش حظ في الدنيا. شايف؟ شايف البرواز اللي فوق ده؟ لا والله أصل عندي خشانة في رقبتي. أنا سايب نص فاضي عشان هي تملاه بصورها بقى. نفسي حد فينا في العيلة يظهر كده في التلفزيون أو في السينما، بس يبقى قدام قدام قوي باين مش ورا. إن شاء الله هتشوفها نجمة كبيرة قوي وفي أول الكادر. بس سيبني بقى أنزل أروح شغلي. وبعدين لعلمك بقى النهاردة انتظر معجزة فنية كبيرة من بيتكو ده.
هيك حبيب هيك، ركز بقى مع السحر يلا. يلا يلا دلوقتي أطفالنا الأحباء، جه ميعادنا مع الفقرة البلهاء. مين بيحب الساحر؟ أنا. لا بصوت عالي، مين بيحب الساحر؟ أنا. وأنا كمان بحبكم. نعمل حركة بسيطة كده دلوقتي، ده إيه؟ منديل. منديل لونه إيه؟ أحمر. أحمر. لونه إيه؟ أحمر. ريد. لونه ريد. لونه إيه؟ ريد. بصوا كويس في المنديل. هوبا. الله 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 عليك. هو ده عيد ميلاد مين يا جماعة؟ عيد ميلادك اسمه شوقي. شوقي، قولوا كل سنة وانت طيب يا شوقي. كل سنة وانت طيب يا شوقي. وعقبال 100 سنة يا شوقي. عقبال 100 سنة يا شوقي. تسقيفة لشوقي كلنا يا جماعة. شكرا شكرا شكرا. دلوقتي مع فقرة الكوتشينة. تحبوا الكوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا كوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا على فلوس؟ اه. اه. تلعبوا على فلوس عادي يعني؟ خلاص لا لا ماشي اوكي. بصوا ركزوا كويس، تعالى يا شوقي اختار كارت. اخترت ده، ممكن اشوف الكارت؟ اربعة هارد. وريني وريني يا مرتديلا. بصوا كويس في الكارت، بصوا كويس في الكارت اهو. خليه هنا على جنب ماشي. بص الكارت اللي انت اخترته. يا ثانية اهو. سقف يا جماعة. برافو 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 برافو. ساحل جميل الشطور. شكرا. اقعد يا شوقي اقعد يا شوقي. نعمل حاجة تانية. اخفلكوا حد؟ اخفلكوا حد؟ ماشي. مين عايزين تخفوه؟ عايزة تختفي؟ تعالي يلا تروح هناك. شي راحت فين؟ اختفت. برافو عليك. الله الله الله. اهي رجعت تاني. سقفوا سقفوا. الله الله. واو عليك بجد. حاجة بسيطة. مبسوط يا شوقي ولا لا؟ شكله مش مبسوط شوقي. يعني نعمل لك ايه طب يا شوقي؟ مبسوط 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 يعني. صح؟ طب تعال تعال انا ابسطك يا شوقي. تعال ركزوا مع شوقي. بصوا الترتور دلوقتي جواه ايه؟ ميه. بصوا ركزوا كويس ركزوا كويس. بصوا بص يا شوقي البس الترتور يا شوقي. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه ده؟ ايه يا شوقي مالك؟ مفيش. قال حران حران. ف تعال. ده عرق على فكره. ما عرق يا فندم حضرتك؟ دي فقره الساحر وهو يعني كان بيعمل يعني هو حران حقيقي. ساحر ايه وفقره ايه؟ اذا كنت عملت كده في قريب انا ابن اختي لو واحد غريب هتعمله فيه ايه؟ انت هتسوقي سمعه المكان. لا والله هتسوقي. لا يا فندم والله صدقني هو اللي هو حقيقي كان حران حقيقي. حران؟ وده مين ده؟ ايه ده؟ السحر حضرتك. سحر مين ده؟ لا ده ابن خالتي اسمه مرتضى. ابن خالتك؟ وايه اللي جاب ابن خالتك في عيد ميلاد ابن اختي؟ ما هو حضرتك السحر اللي انتوا جبتوه عيان وتعبان جدا. شوف حضرتك مرمي ازاي هناك. وانا مال انا؟ انا مال انا؟ انتوا بوظتوا لي الدنيا، انتوا بوظتوا عيد الميلاد. لا يا فندم والله انا انتي. مش انا قلت انقذ الموقف والله يعني. انت مرفوضه بره بره. انا معاها بره. ليش يا حضرتك فعلا رفدتني؟ ايوه. طب ثانيه واحده بقى تعالى بقى. ايه ده ايه ده شوي؟ انت بتعمل ايه؟ ما ندخلش ما ندخلش. ده ابن اختي. معلش ما انا برضو ابن خالتها يعني. شفتني دخلت نسيبهم. نسيبهم نشوف مين الاقوى. مشهورة بجنون نجمة تخطفها العيون في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض نجمة يجري وراها كل المنتجين أجرها عالي وكل يومين يزيد زي نجلاء فتحي أو ميرفت أمين وأبقى أشهر واحدة في الجيل الجديد إعلانات مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات لمعجبيني واقفة بمضي وتجرفات لهفة جت لهفة راحت لهفة فستانها فظيع لهفة أخبرها على لسان الجميع نفسي أكون مشهورة بجنون نجمة تخطفها العيون سوري لهفة يلا لهفة النجومية ما بتستناش حد
المخرج جوه وبيوزع الادوار. يلا مش هستناكي. استني يا خيلو، انا شفت دلوقتي حلم فظيع ورؤيه خطيره. انا متاكده ان البلاتو ده هيبقى اول سلمه في سلالم المجد. طب ما تقوليش بقى، خلي الحلم يتفسر جوه. ماشي يلا يا خيلو. يلا يا ماما وقفي لي هنا صف، يلا عشان المخرج يختار ما بينكم. يلا يا حبيبتي هنا جنبها. ايوه برافو برافو يا حبيبتي. يلا اتفضل يا ريس. هم دول الجثث؟ هم الريس. دول اللي هتقتلوا؟ طلقه في رقبتها. يلا ميك اب. جاز وسخ. ها؟ يلا ميك اب. قطر يفرمها رايح جاي. يلا ميك اب. بسم الله ما شاء الله. ايه القمر ده؟ شكرا متشكره يا استاذ. الخدام. الخدام. انا ممكن اعمل اي كاركتر لحضرتك، اي كاركتر. عايز بقى دي تاخد سهم في رقبتها. ها خنجر خنجر. ها وده رقبتها دي تدلدل كده، عايزه تنزل كده تلقفها كده. ماشي. ها طب ما هو كده يا استاذ مش هيكون عندي حوار يعني. اخرجي انت بقى وبلاش انا. خليها داخل. تروح. اروح. لا تروح. لا 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 اروح. لا بلاش روح. ايه يا عمران اروحها يا ريس؟ لا خلاص خليك. اروحها خليك. خلاص 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 يا حماه. خلاص خليك. ها شكرا متشكره قوي. والحلو اسمه ايه؟ الحقيقي ولا اللي على الفيس؟ اللي يجيبك سكه. سهر الليالي. سافل سافل نسهر ولا يهمك. ها وماله. اسبيني على الاوضه. ازيك يا عمران؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. مش عايز سهم انت حاجه ترشق فيك؟ لا السهم بيجيب لي حساسيه. عمران حاضر حاضر. بقول لك يا ريس، على فكره ده خيلو. ايه؟ انا بنت اخته. يا خيلو ده هيديني سكينه في رقبتي يعني؟ ما فيش حوار اقوله ولا اي تمثيل. ما لما تاخدي سكينه في رقبتك. كل النجوم الكبار بدأوا كده، اللي خدت سكينة واللي خدت بشلة واللي خدت سافوريا. وأعرف نجمة كبيرة قوي اترش عليها مية نار في أول حياتها. ماشي خيلو، أنا هعمل أي حاجة أي حاجة عشان أوصل. بقول لك إيه خيلو، مش حضرتك تعرف مؤلف العمل ده؟ اللي أعرفه ده حبيبي. طب ما تكلمه كده في الخباثة وقول له يزود لي جملتين، يعني مثلا وهو بيقتلني أقول له ارحمني يا سافل، ارحمني يا مجرم، ما تقتلنيش، حرام عليك، حاجه كده يعني. يا تصدق اتأثرت قوي من الكلام اللي انت قلتيه. طب ما تزودي كلامك على طول. من نفسي كده اجود؟ على طول. انت دلوقتي تروحي اوضتك تجهزي وتفكري في الكلام اللي هتقوليه. ماشي ماشي. احنا هنفضل نرغي عم عمران ولا ايه؟ يلا يا استاذ. معلش انا متاسفه. يلا يا استاذ. باي باي يا خيرو، ما تقتلنيش. ايه يا عم عمران؟ ماشي يا استاذ. يا رب يا رب لف والنبي استرها عليا. هقتلك زي ما قتلت الخدامة. وتقتلني ليه؟ تحب أقوم أرقص لك شوية فرفشك حتى؟ حرام عليك حرام عليك يا قاتل يا مجرم. استوب. إيه يا بنتي ده؟ أنت مش واخدة خنجر في رقبتك؟ دي حلاوة روح يعني بتفرفري. معلش يا أستاذ كان بيطلع مني مكنون الشخصية. مكنون؟ أنت هتطلعي مكنون أم أنا. يلا تاني. سوري سوري هموت وأنا ساكتة خلاص. أكشن. هقتلك هقتلك زي ما قتلت الخدامة. لا والنبي ما تموتنيش خلاص. بلاش رقص بلاش رقص. تحب تتحرش أحسن؟ استوب. لا ده انت قصده بقى. اللي بتعمليه ده ايه اللي بتعمل؟ بتعتصف في الشط. ليش لطشة برد يا أستاذة؟ سلامتك يا يا حماي. ايه يا ريس؟ أنا غلطان يا ابني ما سمعتش كلامك. قلت لك أروح. روحها فعلا. أروح؟ يلا بنت روحها. يلا يا ماما. بقول لك إيه، تروح زي ما هي كده. بالخنجر تروحي كده. السكينة في رقبتها. يا أستاذة أنا آسفة حضرتك اديني فرصة. اتكلي على الله. يلا يا ماما. يلا يا ماما. حضرتك الخسران. يلا يا بنت. موتي بقى واخلصي. معادنا زي ما هو. يلا. يرضيك كده يا خلو؟ يمشيني في الشارع بمريالة سبونج بوب ومنديل بقويا؟ يعني هي جت على سبونج بوب؟ وبعدين انا برضو مستغرب من رد فعله. اول مره اشوفه بالعصبيه دي. بس انا زعلانه منك يا خلو، انت ما دفعتش عني خالص. ليه بس يا حبيبه خالو؟ اعمل ايه؟ انا كنت خايف. وبعدين انت مش شايفه العصبيه اللي كان فيها؟ بصراحه عصبيه اوفر. هو انا عملت ايه يعني؟ ده انا عطست. ما كل بني ادمين اللي في الدنيا بتعطس. في ايه يا جماعه؟ فنانه واخده سكينه في رقبتي الدور عايز كده. اول مره تشوف واحده واخده سكينه في رقبتها؟ ايه جايين من القطاميه هايتس؟ بقول لك ايه يا خيلو، انت حاسسها مظبوطه ولا معوجه شويه؟ اصل الراجل بتاع السبيشال افكت بتاعتهم انا حاسه انه مش شاطر. الله اكبر، دي هتاكل من رقبتك حته. مش عارفه. بص مش